متتبعي قناة ألفا سباريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة غادي نناقشوا الشأن الثقافي على مستوى مدينة الدار البيضاء. العديد من المتتبعين تاع الشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء يؤكدون أن المدينة تكاد تكون مشلولة ثقافيا. صحيح أن كاين مركبة ثقافية، صحيح أنه تبنى في مؤخرا مجموعة من الفضاءات الثقافية، ولكن الحركة الثقافية بنفسها يعني تكاد تكون منعدمة مقارنة مع مجموعة من المدن على الصعيد العالمي. من أجل مناقشة القضية هذه نستضيف السي حسن النفالي، فنان مسرحي، وكذلك عبد الله الوشيط، صحفي ومتتبع للشأن الثقافي. سي حسن النفالي، مرحبا بك. بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة في انفاس بريس، الموقع يعني اللي كيعنى بالدار البيضاء بالخصوص وبالشأن الثقافي وجميع القضايا ديال المواطنين المغاربه. شكرا سي حسن. عبد الله، مرحبا بك. نضم صوتي لصوت السي النفالي ونشكركم من خلالك، شكر جميع زميلات والزملاء بأنفاس بريس، وتحية أيضا لمديرها الزميل سيدي عبد الرحيم أريري الذي خبر الشأن المحلي وخبر الشأن الثقافي، وحنا في ضيافة يعني موقع اللي يهتم بما هو صحافة القرب. نبدو بالسي حسن النفالي، بأنك كفنان مسرحي مهتم بالشأن الثقافي على مستوى مدينة الدار البيضاء، واش انت راضي بداية عن الشأن الثقافي في العاصمة الاقتصادية؟ شوف، الرضا ما يمكنش يكون، لانه ما كايناش لا ساتيسفاكسيون، ما كاينش داك المبتغى اللي كنشدوه كمثقفين وكفنانين في مدينه الدار البيضاء، باش تكون كما قلتي في المقدمه ديالك مدينه اسوة بمدن عالميه اخرى. نهضروا على باريس، نهضروا على فرانكفورت، نهضروا على ولو بعض المرات غير على في الدول العربيه، كاين بعض المدن اللي فيها حركه ثقافيه ما رادينش، ولكن هذا ما تمنعش بان هناك بعض المبادرات وبعض العمليات اللي كتتم كأنشطة ثقافية في المدينة. المدينة في السنوات الأخيرة يمكن نقولوا من 2000 الآن، خصوصا بعد الرسالة الملكية ديال المغفور الحسن الثاني لبناء مسارح بجهة المملكة، عرفات واحد الدينامية في هذا الاتجاه. عرفات بالفعل تقريبا الآن نقدروا نهضروا على حوالي 20 حتى 24 قاعة مسرحية اللي كاينة في التراب ديال الدار البيضاء. إذا هالقاعات الفضاءات اللي كنا كناديو بها من زمان الآن كاينة، بالإضافة للفضاء الكبير الآن اللي هو هذا وغادي نهضروا عليه حتى هو بوحده اللي كاين، بالإضافة إلى مجموعة من القاعات الأخرى ذات استعمالات أخرى كمكتبات، كقاعات ديال السينما إلى آخره، اللي موجودة الآن في مدينة الدار البيضاء. هاد الفضاءات اللي موجودة الآن خصنا ندوزو لمرحلة أخرى هي ديال التدبير ديالها، وهذا هو الأساس، يعني هو اللي كيخلي الشأن الثقافي عنده واحد الإعاقة. هذا موضوع نفسرو فيما بعد. كل اسم دابا كما قال السي حسن النفالي 24 مركب ثقافي، يعني الاسمات موجود، ولكن الحركة الثقافية، الحياة الثقافية داخل هذه المركبات واش كاينة ولا ما كايناش السي عبد الله؟ نطلق من كلمة اسمنت، راه الإشكال الأساسي هو أن الدار البيضاء اللي هي واحد الميتروبول متوسط وإفريقي ودولي موسومة ومبصومة بكلمة الإسمنت، هي الآن هي مدينة الإسمنت والإزفلت، وبالتالي خسارة الإزفلت نسبة إلى الإزفلت يعني مدينة القودرون والبوصلانة. ولكن باش نحيدها يعني هاد الوسم اللي هو الدار البيضاء بهذا الشكل، خصها روح. الروح لا يمكن إلا أن تكون ثقافية، وهذا الروح باش ترجع خص استثمار الكنز الثقافي الموجود في الدار البيضاء، لا على مستوى الإنسان ولا على مستوى العمران. لأن مثلا الدار البيضاء فيها عمران، فيها العمران اللي خلى الاستعمار اللي هو الأرديكو، هل استثمرناه ثقافيا؟ فيها العمران اللي هو أندلسي في بعض المحل، هل استثمرناه؟ الإنسان، المدينة الدار البيضاء دائما أنها كانت هي مدينة حركة ثقافية وازنة وما زالت، ولكن كما قال الأستاذ النفالي فهي من مبادرات شخصية. بالتالي غياب، حنا بغينا نذكروا حنا وحنا في مدينة اقتصادية، غياب ما يسمى بالهندسة الثقافية. الهندسة الثقافية لا عند القائمين على الشأن المحلي، وأيضا عند الممارسين، لأن الممارسين حنا باقين، حنا ولينا دابا مثلا راهينا مثلا الحركة المسرحية راهينا مثلا للدعم، السينما
حديت ولا حرج واحد العديد دابا ديال القاعات اللي كان من ممكن تسترجعها المجالس المحليه باش تبعث واحد دير واحد انبعاث سينمائي جديد. كما مثلا انا في علمي ان مثلا مقاطعه مر السلطان في الولايه السابقه كانت خدت القاعه ديال الملكيه وعاودت اهلاتها. هنا بغيت نضم صوتي لصوت السنافلي. هو كاين واحد المفارقه، هو في اليومي وراه قالها قبيله في الكواليس، لان هذا كلامه قالها في الكواليس. هو كاين مفارقه في الدار البيضاء، هو ان كاينه واحد الديناميه يوميه اللي فيها المجتمع المدني وفيها بالطبع الفرق المسرحيه اللي هي مدعمه وفيها يعني جميع القاعات تقريبا كتعيش انشطه. ولكن هذه الانشطه احيانا ولاحظ ان نفس الجمهور اللي كيدور هنا كيدور هنا وكاننا كنفرقوا اللغه بيناتنا ونمارس نوعا من النوستالجيا والحنين، في الحين اننا ما مشيناش للهدف الاساسي. الهدف الاساسي شكون هي؟ الاجيال. واش حنا مشينا للاجيال باش نرجعوا قبل ما نوصل لهذ النقطه تاع اشني الجهه اللي تتوجه لهذه الانشطه هذه؟ رجع مع السي حسن النفالي، هنا الاسمات كاين يعني البنايات كاينه، واش على اشنو فين كاين المشكل على مستوى تدبير هذه المركبات الثقافيه؟ انا قبل ما نجاوب على هذا السؤال بغيت ندير نقطه مهمه جدا على انه الدار البيضاء تعرضات لواحد نقدر نقول مجزره في الذاكره الثقافيه ديالها. هذا شيء يعني لا يمكن السكوت عليه، ولازم اننا في يوم من الايام نديروا حتى احنا الانصاف والمصالحه مع الناس اللي الجلادين اللي دمروا الدار البيضاء. لي زارين، سينما فوكس، المسرح البلدي، ديال الدار البيضاء، واحد القاعات كثيره، مدرسه القبه، مولاي يوسف، كوليج مولاي يوسف. وحنا في الطريق غادي الان بعض المعالم الاخرى مازال كتمحى. شكون اللي محى هذه المعالم وشكون اللي قضى عليها؟ هذا راه جزء من تراث البلد. كان من الممكن انها تبقى هذه المؤسسات هذه وتكون متاحف وتكون اماكن للثقافه والفنون وحتى الاستثمار حتى في الجانب السياحي، لان كان ممكن مثلا لي زارين لو درنا فيها شي اكتيفيتي يجيو السياح. احنا دابا كنوحلوا ملي كنبغيو نديروا مهرجان كبير في الدار البيضاء ما كنلقاوش فضاء فين نديروا. هذه نقطه بغيت ضروري نسطر عليها. ثانيا فيما يتعلق بما قلتي، فعلا الان كاينه هذه الحركيه ديال ايجاد المركبات الثقافيه وديال هذا. وكما قال السي الغشيت ان هذه المركبات كتعرف واحد الديناميه نسبيه كاينه ديال الانشطه الثقافيه، سواء اللي كيديرها المجتمع المدني او احيانا كديرها المديريه ديال الجهويه ديال الثقافه في مدينه الدار البيضاء. ولكن المشكل اولا هو في هذه المركبات نفسها، لانه كان الجماعات او المجالس المنتخبه انها كان بحال كان على ظهرها واحد العبء خاص واحد تخلص منه. بنيت لكم المركبات، اوكي بنيتي لنا المركبات، وفيما بعد فين هي هذه المركبات؟ كندخلوا لواحد العدد ديال المركبات الان كنلقاوها. اولا المسيرين ديالها كيجيبوا ايا كان، اللهم بعض الاستثناءات كيجيبوا موظف لانهم اولا ما قادرينش يزيدوا عليهم ان سالير ديال مختص في التنشيط الثقافي، والحاله تاتي ان المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي سنويا كيخرج لنا مجموعه من الشباب مختصين في التنشيط الثقافي. اذا هذاك اللي كيجي موظف عادي حتى هو الله يحسن عوانه، ملي كياخذ المسؤوليه كيبغي ينجحها ولكن ما عندوش الامكانيات هذا واحد. ثانيا انت بنيتي هاد المركب هذا، جبتي ليه هاد المسؤول هذا. كنجيو للجانب التقني، كتجيب سيدي كذلك تقنيين، شنو عندهم المسؤولين في الجامعات الحضاريه او في المجالس المنتخبه؟ الناتريسيان راه هو تقني ديال الضوء، لا اكليراجيت سي با ان الكتريسيان. وكذلك المسؤول على الصوتيات سي با لا ميم شوز. الاخوان هما اللي معاكم هنا لي كاميرامان راه درسوا في معاهد متخصصه كيعرفوا هذا الشيء. هذا ما يمكنش شي واحد ما تيعرفش يجيري لا تكنيك دو سون انه يشرف على هذا. اذا كيجيبوا ايا كان كذلك وكيحطهم، الا بعض الاستثناءات ديما كنستني لانه وكاينين شباب مع ذلك جابوهم مساكن وداروا مجهود كبير وتكونوا بشكل شخصي ذاتي حتى عطاو شيء كثير. كنجيو ثالثا الميزانيه. لا يعقل انك تبني مركب ثقافي او مؤسسه ثقافيه وما توضعش لها واحد الميزانيه باش تسير. اولا خاص ميزانيه للتسيير اليومي،
اللي هو لا مينتونونس، لانه ما تنساش راه غير بروجيكتور ديال في مسرح كيسوي زباله ديال الفلوس. البولات دابا ديال لي بروجيكتور عندهم واحد المده زمنيه محدوده، الناس كيحسب لهم راه داك الشيء راه هذا. فاذا ما عندكش ميزانيه باش دير المانتون، احيانا حتى باش تشري المواد ديال النظافه الحمامات وهذا، ودخلوا لجميع الحمامات، انا نتحدى دخلوا لجميع الحمامات ديال المركبات الثقافيه وتشوفوا الحاله ديالو. الخشبه كذلك الوضعيه ديالها سيئه، اذا لا مينتونونس ما كايناش، الصيانه ديال هذه المرافق ما كايناش لغياب ميزانيه. هذه الميزانيه جزء منها كذلك خصو يمشي للتنشيط. لا يعقل المركب الثقافي بحالو بحال قاعه الافراح كيستقبل الناس يديروا العرس ديالهم ويمشيو في حالاتهم، خاص ضروري ان هو يبادر مزيان سيدي، استقبل المجتمع المدني، استقبل وزارة الثقافة، استقبل الأنشطة، ولكن بادر أنت، بادر أنت، دير مرة مسرحية للمواطنين ديال المنطقة ديالك، دير عرض موسيقي، دير معرض ديال الفنون التشكيلية، أنت ماشي يجيو عندك الناس يكريو، لأنه الحالات هذه كل القاعات بدون استثناء الآن هي قاعات تكترى لتنظيم هذه الأنشطة. ثم أخيرا أن هذه المركبة الثقافية ما عندهاش واحد السياسه ديال الترويج، ما عندهاش شي حد اللي مقابل تما الخدمه ديالو ديال يعني تيدير نشاط ثقافي كما تقول غشيت واحد الفئه تتبقى تدور تسنى وتسنى على الله، تسنى على الله هذيك الفئه واش تجي ولا ما تجيش، لان حتى هي على حساب نوعيه النشاط. اذا ما عندناش واحد البرنامج ديال الترويج ديال هذا اللي يمكن له يعطي حتى واحد الديناميه سياحيه للبلاد، لان ما تنساش دابا لي توريست ملي كيجيو للدار البيضاء والحمد لله كيجيو بزاف كيسولوا على النشاط الثقافي، ما كيلقاو والو، يلاه كيلقاو بروغرام ديال الانستيتو فرونسي ولا الانستيتو غوت ولا الانستيتو سيرفانتيس كيلقى هو اللي موجود كاين مطبوع مكتوب. اغلب المركبات الثقافيه ديالنا حنا حتى واحد فيهم ما عنده برنامج ديال على ذكر السياحه. على ذكر السياحه انا يحز في قلبي كنكون وصل المدينه كيخرجوا الناس مثلا كيجوا لي كروازير، لي كروازير كيجوا للمرسى مباشره من المرسى، كاين باهر، كاين باهر بهذاك الارديكو بالك التراث الجميل ديال الدار البيضاء، لدرجه انا شت سائح وسائحه بركو وبداو كيرسموا بداك الشيء. والحالات هذه انها تم تشويه، وحنا هنا في خص الانصاف والمصالح، تم تشويه هذا العمران هذا، ولم يتم الترويج له عالميا، لان الدار البيضاء كانت مختبر ديال واحد العديد ديال المهندسين المعماريين. ها وحده. ثانيا هذاك السائح كيقلب على متحف واش لقاه ديال الفن ديالك، ماشي ديال سيرفانتيس، ماشي ديال هو سيرفانتيس مخليه في بلادو، راه خلاه في بلادو ديالك انت. واش كاين شي قاعه ديال هالقاعه؟ حنا دابا المسرح الكبير، رجع المسرح الكبير سي عبد الله، وشي المسرح الكبير في الكلام، هذاك المسرح الكبير هذيك الهندسه ديالو، هذاك يعني كيبان لي انا بحال كومه ديال الحديد، هذاك راه بعدا فيها كلام. سي عبد الله، دابا الاحزاب السياسيه في الانتخابات كلها تقول الثقافه، الاهتمام بالشان الثقافي كذا، ولكن على مستوى الميزانيه كما قال السي النفالي، واش كاين هذه الميزانيه محطوطه للجانب الثقافي على مستوى مدينه الدار؟ شوف الاحزاب السياسيه تضع البرنامج، يعني الحزب السياسي تضع الشأن الثقافي ضمن ديك النقاط ديال البرامج الانتخابية. التفعيل فين كيكون؟ التفعيل كيكون ملي هذاك الحزب اللي أو الائتلاف اللي غادي ياخذ الحكومة، شنو هي الميزانية؟ جميع الحكومات المتعاقبة أن الميزانية ديال وزارة الثقافة هي أدنى الميزانيات. ثانيا على المستوى المحلي والجهوي، مندوبيه الثقافه مثلا عندنا في الدار البيضاء، وعندنا المفوضيه اللي هي لحمايه التراث، ونشوفوا الميزانيه اللي عندها. لولا مثلا المبادره الشخصيه من منطلق ان القائمين عليها ولا لا في المندوبيه السيده اللي في المندوبيه ولا السيده لولا ان ذاك الحس الثقافي وذاك هذا ما غادي يكون حتى شي حاجه، لان الميزانيه المرصوده ضعيفه وتعتبر ترخيصا. المجلس اعلى للحسابات، المجلس اعلى للحسابات مشى بعيد، كيقول لك ان الشباب الان اللي كنذكروا عليه يجب ان يدمج بالثقافه، يعني كنقلبوا على الاليات لادماج واعطاء الشان الثقافي المكانه ديالو في المشروع المجتمعي القائم. واش لقيناه؟ الا بغينا نترجموه خصنا نترجموه بواحد استراتيجيه، يعني عندها معلومه في المرتكزات ديالها، وخصنا نترجموه بالفلوس، فالمال قوام الامل. واش السي النفالي بان الاحزاب السياسيه ولا الناس اللي تيدبروا الشان المحلي يعني تينظروا للثقافه يعني تعرف ماشي اولويه من الاولويات؟ اولا غير علاقه بالسؤال اللي وضعتي سابقا على الميزانيه، انا غادي نعطيك واحد النموذج حي، ما غنذكرش اسم الجماعه باش ما نحرجوا حتى شي حد، جماعه من اهم الجماعات ديال الدار البيضاء، من اهم الجماعات ومن اغنى الجماعات ربما في المغرب. المركب الثقافي ديالها موضوع عليه ميزانيه،
سنوية ديال 36 مليون 360 ألف درهم. بلاتي هاد 360 ألف درهم فيها النظافة، فيها الصيانة، فيها شراء بعض العروض، فيها ما يواكب شراء العروض، مثلا فرقة خصها تجي يديروا لها شي كاس ديال اتاي ولا يديروا لها غدا ولا اخره الى اخره. هاد تصور 360 الف درهم، بمعنى تقريبا 1000 درهم في اليوم. هاد 360 الف درهم الى بغيتي تشري غير ثلاثه ولا اربعه ديال العروض ديال بصح، يعني ما تكفيش. والغريب انه مجالات اخرى عندها ميزانيات اكبر واكثر من هذا. هذا اللي كيخلي ارتباطا بالسؤال ديالك الاخير، انه بالفعل ان المسؤولين في يعني في اغلب من حتى لا نبخس حق البعض، في اغلب المجالس المنتخبه كلهم عندهم الثقافه شي خضره فوق طعام كما كنقولوا. عشنا واحد التجربه بكل صدق في بدايه حكومه التناوب في 1998 ملي بدات حكومه التناوب، عشنا واحد النهضه خصوصا لدى الحزب الحاكم انذاك. الحزب الحاكم دار واحد الديناميه واحد الحركيه. كنا كنشوفوا مثلا المعارف، كان المركب الثقافي لا يتوقف على الأنشطة. كنا كنشوفوا مثلا المجلس البلدي ديال الرباط لا يتوقف على الأنشطة، ولو كما قال سي لوغشيت أحيانا كيكونوا أشخاص، ولكن أشخاص في هذه الجماعة تابعين لهذاك الحزب اللي عندهم واحد القناعة بأن الشأن الثقافي أو الفعل الثقافي يمكن حتى هو يساهم، أو ماشي يمكن يساهم في استثمار البشر. لأن أنت ملي كتوجد المواطن ديالك ديال غدا اللي بغيتي يحافظ لك على النظافة وبغيتي يحافظ لك على هذا، خاصك بعدا هذا تقادوا ليه شوية. إذا باش تقادوا ليه ملقاة ثقافية، تلقحوا ثقافيا وتوجدوا وهذا إلى. وكذلك ما نساوش راه التعليم جزء كذلك من الثقافة، كذلك سي كاتاستروفيك. وسي التعليم ديالنا يعني هو في المجمل ماشي غير في الدار البيضاء، في الوطن كامل. وهذا ما كيخليناش اننا ناهلوا ذاك المواطن ديال المستقبل اللي غيجي، اللي ما عندناش مثلا ما عندناش برامج ديال التربيه الفنيه في المؤسسات التعليميه ديالنا. كيفاش انا غدا نقول لولدي يلاه معايا نشوفوا معرض ديال الفنون التشكيليه؟ ما غاديش يدخل كتخربق عليا. ولا يلاه تشوف معايا مسرحيه ولا هذا، لانه في داخل المؤسسه غير سيدي غير ديروا غير الابجديات، غير الاشياء الاولى، غير علموه، غير حنا بغينا غير يكون جمهور ديال المستقبل. حنا ما باغينش يكون مخرج ولا ممثل ولا رسام ولا وترفع الذوق ديالو، الذوق ديالو ويبدا كذلك حتى هو يعطي واحد الاهميه باش نقدروا نخلقوا ديك الصناعه الثقافيه اللي كنهضروا عليها واللي باغيين نوصلوا لها في المستقبل. انا واحد القضيه نكمل هذا في اطار، يعني عجبتني هذيك المجزره التي يعني استهدفت الدار البيضاء واللي خصها واحد الانصاف والمصالحه، المعرض ديال الكتاب. دابا المعرض الكتاب تم ترحيله الى الرباط. كاين عندنا واحد المعرض ديال الكتب المستعمله اللي كنديروا في السراغنا، هذا كان واحد شي حاجه اللي ديال القرب، اللي على الاقل الانسان كيتجول ولا داك الطفل اللي كيجي كيلعب حدا ديك الجرده كيدخل على الاقل كيخلق واحد الجسور مع الكتاب، مع ذاك الجو الثقافي. تم وأدوه وتم يعني القتل مع سبق الاسره والترصد. زيد يعني كل حاجة هنايا في الدار البيضاء إلا توحي وكأن شيئا يفبرك ضد هاد الدار البيضاء. وبالتالي خصنا ندوزو الآن من الشخصانة، من المبادرة الشخصية، إلى ما هو مؤسساتي. إلى ما هو مؤسساتي على مستوى هنا الدار البيضاء، خصنا استراتيجية معلومة لدى مجلس الدار البيضاء وأيضا لدى جهات الدار البيضاء بشراكة مع المعنيين بالثقافة، المندوبية والمفوضية والمجتمع المدني اللي خصها تكون المجتمع المدني. وماشي الثقافة، أنت راك متتبع الشأن، واش الثقافة هي أعطي دعم للجمعية؟ لا، هضرتي على المجتمع المدني. المجتمع المدني هو بحال يعجبو الحال تيتفرج، ما كاينش هذاك الترافع على الشأن الثقافي والتدافع على الشأن. ندير وقفة احتجاجية على الطوبيس، ندير وقفة احتجاجية على النظافة، وأيضا خصنا ندير وقفة احتجاجية على مسرح الأنشطة الثقافية. هذه دعوة، هذه دعوة للمجتمع المدني والمجتمع المدني العامل في الثقافة باش ينوض يرافع، وراه من حقه
لان الدستور 2011 ماشي عطاها، راه عطاه حق 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 المساهمه في التشريع، عطاه حق تقديم العرائض. تقديم العرائض هذه راه دعوه من هذا المنبر للمجتمع المدني باش ما نبقوش في الكلاسيكيات. خاص شي سي نفالي، ما كاينش نسالوا الحلقه بدون الحديث على المسرح الكبير. سكان الدار البيضاء انه للاسف سكان الدار البيضاء انتظروا المسرح الكبير وكذا، ولكن الان المسرح الكبير هو مغلق، ما عرفناش متى غيتفتح، ما عرفناش الانشطه ديالو كيفاش. شنو المشكل في هذا المسرح؟ مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد كانت عندنا فرصة كبيرة جدا بتواجد صاحب الجلالة مؤخرا في مدينة الدار البيضاء، ولست أدري لماذا لم يقترح عليه تدشين هذاك المسرح. واش هل هناك خلل لا يعرفه المواطنون وخصو يتقاد؟ لست أدري، لأنه صاحب الجلالة لما كان هنا دار أوراش كبرى يعني مهمة جدا. شفنا هذا المسرح الكبير بالرجوع إليه، أولا مزيان، احنا لسنا ضد الفكره، مزيان ان الدار البيضاء يكون عندها واحد 25 مركب ثقافي القرب او اكثر، لانه وهذا المركبات اللي جميل فيها مساهمه فيها جزء وزاره الثقافه، جزء المنتخبين، وجزء حتى الخواص. كاين بعض الخواص اللي حتى هما بانين مركبات ثقافيه، وهذا شيء جميل جدا مزيان. ويكون عندنا مسرح كبير كما هو الشان كما قال قبيله سي رشيد في العالم كامل، انك تكون مؤسسه كبيره، اوبرا او قصر الثقافه كما يسمى في جميع هذا. هذا المسرح سيدي تقريبا احنا شفنا السنوات اللي قضاها باش يتنجز هي كثيره جدا. الميزانيه ديالو ضخمه، 144 مليون ديال الدرهم، 14 مليار ونص اللي تصرفات عليه. الان ها هو مغلق، مغلق الناس ما تعرفوش بان هذا الماتيريال تكنيك تيموت مع الوقت، كيتاكل كيتاكل الا ما خدمش، الا ما خدمش تيموت. وهذا وقع في عده مسارح، نهار حلوه لقاو لي باف مشاو ليميديتي ضرباتهم الى اخره، اذا ها هو ما خدامش. هذا المسرح هذا لحد الساعه ما كاين حتى شي تفكير فيه من سيدبره وكيف سيدبر. احيانا نسمع انه سيدبر من طرف ديك الشركه ديال الدار البيضاء اللي هي ما قدرت دبرتها مركب محمد الخامس، راه شتي المشاكل ديالها، كل مره عندها مشكل معين. احيانا يقول سيدبر من طرف الاجانب، كاننا لا نملك كفاءات وطنيه في المغرب وفي البلاد وفي الدار البيضاء اللي تقدر تسير هذه الاشياء. اذا هذا تساؤل كبير وعريض على انه هذا المسرح الى كان غادي تبنى، اولا خاص الى كان غادي يتفتح، خاص يتفتح في اقرب وقت ممكن، اقرب وقت ممكن. الدار البيضاء محتاجه لمهرجان كبير. لماذا الرباط عندها مهرجان كبير؟ اكادير عندها مهرجان تيميتار، موازين في الرباط، الصويره اللي مدينه صغر من الدار البيضاء 24 مره عندها مهرجان. الدار البيضاء كل ما جات شي تجربه بحال هذه الا يتم وعدها وقتلها. الان عندنا المسرح يمكن لنا نديروا فيه انشطه كبيره ومهرجان كبير، سواء داخل المسرح او في ديك الساحه اللي قدامه الى غير ذلك. اذا خاص تفكير في الفتح ديالو في اقرب وقت ممكن، خاص تفكير في التسيير ديالو، ما نعطيوش نامبورت كي نديرو، ولو نديرو مجلس اداره ويكونوا فيه شركه تدبر هذا المسرح. ايوا لا، ولكن يكونوا فيه كذلك مبدعين، ماشي نعطيو لشركه تبدا كدير تجي انت تبغي تقدم عرض مسرحي يقول لك 50 ولا 60 الف درهم، وانت يا دير بشحال غدير هذا التيكي للمواطن المغربي باش يدخل؟ بشحال؟ ما يمكنش. اذا خاص كذلك يكونوا فيه مبدعين مغاربه في هذا المجلس ديال الاداره اللي بداو يعطيو الراي والمشوره الى اخره. كذلك توضع له برمجة ديالو بالشكل الحقيقي المعقول، وكذلك انه يدار له واحد الترويج باش يكون مؤسسة فعلا اللي كتعكس. وما نكرهوش، ما نكرهوش كذلك انه تكون فيه فرق ديال هذه المؤسسة، مثلا فرقة مسرحية ديال الدار البيضاء، دائما نسميوها الفرقة الجهوية لمدينة الدار البيضاء، جوق جهوي لمدينة الدار البيضاء. يا سيدي ما توظفوهمش، كتقول لنا ما عندكمش، ما ديروا معاهم غير دي كونترا، ديروا معاهم دي كونترا الوقت اللي احتاجيتهم يجيو يديروا الأعمال ويخدموا باش تكون عنده هذه الحركة المغربية كذلك. لأن ما تنساش دابا اش غيديروا؟ غادي يبنيو ويبداو يجيبوا لنا لي زوركستر في الهارمونيك من العالم، مزيانين مزيانين، ولكن خاصهم ما هو محلي وطني خصهم حاضر. هو محلي لقبلاصتو حتى هو تما كاينه، والما هو محلي ماشي فقط غير العروض اللي عند هذاك الاشعاع الكبير وكذا، كاين عروض اللي يمكن لها تكون في هذاك المسرح وتلقى الصدى الطيب مسرحيه وموسيقيه. المسرح الكبير المسرح الكبير المرجعيه، خاصو المرجعيه ديال تمغربيت هي الاساس.
ومن بعد انفتاح هذا الانفتاح دستوريا واخلاقيا انفتاح كنفتحوا على جميع الثقافات لان الدار البيضاء هي واحد المدينه ديال تلاقح الثقافات. ما خصناش نكرروا التجربه ديال 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 كازا ايفنت لان كازا ايفنت بانت انها مقطوعه على البيضاويين ولا علاقه لها بلا البيضاويين لا من الناحيه الرياضيه ولا من الناحيه هي رفعت الشعار ديال اسمح لي هي رفعت الشعار ديال وي كازابلانكا ولكن هي راه دارت نو كازابلانكا. لا ولكن ما تشوفش بان كان يعني قبل ما نديروا هذا نبنيوا هذا المسرح هذا يعني قضيه التدبير ديالو والتسيير ديالو خصها تكون حاضره يعني خصها تكون حاضره وبمرجعيه. انا كنقول لك التدبير ديالو بمرجعيه لان اما واش غنخدم الثقافه المغربيه تم غربيت ولا غادي نخدم الثقافات الاخر. ثقافة الاخر اخر ملي جا في الكروازير خلا بلاده اي بالطبع غادي نعطيه عروض ديال الاوبرا نعطيه شي حاجه ديال ولكن خاصني ايضا ان ندير ثقافه القرب وندير الثقافه المغربيه والاشاعه ديالها وتكون عندنا. راه المصريين ما عندهمش هذا المركب. الاستاذ النفالي راه كان في الخارج والخارج هو في المسرح العربي راه داو جوائز اولى وداو لان كاين واحد التشبث بالهويه تشبث بالهويه انا الانطلاق من ديك الهويه باش نوصل للعالم. خمسه الرؤيه المستقبليه دابا باش نختموا السي النفالي امتى غنوصلوا لواحد الوقت اللي نلقاو فيه كل مقاطعه من مقاطعه الدار البيضاء مختصه المسرح ديالها بواحد النوع تاع المسرح مثلا ولا النوع تاع الموسيقى؟ هذا الشيء امتى غنوصلوا ليه على مستوى الدار البيضاء؟ هذا الشيء خصنا نوصلوا ليه لو بلوتو بوسيبل. امتى كتسولني لو انني انا كنت خاص شوف خاص وزاره الداخليه راه عندها لو دروا دو ريغار على هذا الشيء هذا وحيت المسرح ولا الثقافه عموما هو شان عرضاني ماشي شان ديال غير ديال الجامعات ولا ديال وزاره الثقافه ديال كل الجميع. اذا خاص الجميع يهتم بهذا خاص اولا وانا دائما مع هذه الفكره خاص يدار تكوين لهذوك المنتخبين في هذا المجال هذا. كنلقاوهم هما اكثريتهم كنلقاوهم رجال اعمال بمعنى كيفهموا في الاقتصاد السياسه كلشي كيخلوض فيها يعني هذه ما فيهاش نقاش. كنلقاو البعض منهم عنده دوك التوجهات الرياضيه قليل فين كنلقاو شي منتخبين اللي عندهم هذا الهم الثقافي وبالتالي لما لا الرئيس ديال 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 مجلس ما من الحزب ديالو سيدي ما كاين حتى مشكل ياخذ جوج الناس يكون كيستشرهم في المجال الثقافي اعطاهم الله موجودين. اذا باش يحاولوا اي خطوه او اي تصور ثقافي يكونوا شاكين. سيدي نديروا قضيه اخرى قبيله هضرتوا على المجتمع المدني المغيب. لماذا المجتمع المدني كل مقاطعه راه فيها حوالي 200 300 جمعيه اللي كتنشط في مختلف هذا. خذ لي سيدي هذا ودير معاهم انت جلسه في السنه قول لهم ها كاين وها كاين وها كاين وها كاين وكاين اشنو رايكم وخليوا الاراء وجمع هذا. ثانيا وهذا الشيء كله ماشي ديروا وتجي عاوتاني تحط المركب الثقافي 10,000 درهم ولا 20,000 درهم خاصك يكون مواكب ميزانية معينه. وخصنا نفهموا بان الثقافه في ماشي غير في بلادنا في عده بلدان محتاجه للدعم لانه هذا كلام انا شخصيا دائما ضده انه كيقول لك الناس لا غنتحول امتى غنتحولوا لصناعه ثقافيه. انت في نظرك دابا هاد التكله خليك لخش الشعب المغربي هذه السنوات هذه خصنا كبير وحتى في الدول المتقدمه كاين تراجع كاين مسارح في فرنسا مثلا في باريس اللي كانت كتخدم يوميا دابا ولات كتخدم غير جوج يومين في الاسبوع. كاين هذا التراجع لان لي ميديا دابا ولاو في شكل وكذا الى اخره ولكن مع ذلك يعني كاين كفاءات مغربيه كثيره جدا. نقدروا نهضروا مثلا في المسرح المغاربه داو جوائز عديده في مهرجانات سواء عربيه او حتى دوليه. مؤخرا يلاه جاو الاخوان ديال المعهد العالي للفن المسرحي من براغ داروا اون اكسبوزيسيون سينوغرافي اكستراوردينير هضر عليها العالم كامل. العروض المسرحيه كتاخذ جوائز فين ما مشات. عندنا في الموسيقى كذلك احنا كنشوفوا سعد المجرد تيدير دي زيكسبلوا في العالم العربي كامل. حاتم عمور اسماء الملوخ مسلم هادو كلهم هاد الكفاءات في الفن التشكيلي كذلك. عندنا الان فنانين راه كيسواو الثمن في العالم بحال الحميدي بحال الملاخ بحال بالكاهيه الى اخره. هاد الكفاءات خاص الان المنتخبين هما اللي يكونوا في المستوى يحاولوا يجيبوهم لعندهم يحاولوا يوفروا لهم الشروط يحاولوا يوفروا لهم الامكانيات باش نسالي مع السي رشيد. هاد الكفاءات اللي هضر عليها السي النفالي واش هي
يعني صناعه ثقافيه في المغرب ياك، ولا مجهودات شخصيه، ولا يعني مره مره تيبان لنا شي واحد تخرج لنا من هو يغلب عليه المشهود الشخصي. يغلب عليه المشهود الشخصي، ما ننساوش حنا المدرسه ولا هذا ولا، ولكن كلها كاينه مبادرات شخصيه هي اللي. لهذا علاش انا قلت قبيله الخليج، انا ما قلتش الخليج لان الخليج قلتها في السياق ان دوك الناس كيوفروا جميع السبل ديال الدعم. راه يكذب عليك الدب، لانه كاين واحد النقاش اللي هو مغلوط. لا، الناس كتكلم على الدعم، تمشي دير الهندسه الثقافيه وتمشي تقلب على راسها ودير الكيشي ودير هذا راه استثمار، راه استثمار في استثمار في الراسمال اللامادي، واستثمار في الراسمال اللامادي يعني لا يقدر بثمن. وبالتالي فالدعم ديال الثقافه هو فرض عين على الحكومه، وثاني ان المكانه ديال الثقافه في مشروعنا المجتمعي فرض عين على كل المكونات ديال المجتمع، احزاب، مجتمع مدني، منتخبين. وترى لا يعقل انك كتعطي المقاطعات في ظل هذه وحده المدينه اللي فيها نظار الان، لان وحده المدينه حنا درنا وحده المدينه ولكن رشتنا المدينه، كتعطي المقاطعات واحد 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 الغلاف مالي اللي هو فيه كل شيء، وكتطلب منهم انهم يديروا اللي غادي دار ما يمكنش. الثقافه قلتي فرض عين على جميع الناس، يعني خصو يفكروا يعني باش يكون عندنا سياسه ثقافيه على مستوى الدار البيضاء واللي منها على الصعيد الوطني. سي رشيد شكرا جزيلا على قبول الدعوه. سي نفالي شكرا جزيلا على قبول. شكرا لكم على الاستضافه. بارك متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.